وواحدة من كبريات الشركات وأعراقها العاملة في مجال المقاولات منذ عشرات السنوات في أفريقيا والمنطقة العربية هي شركة المقاولون العرب. وأنا أرحب بضيفي في هذا اللقاء المهندس أحمد العصار، نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. مهندس أهلا وسهلا بحضرتك باشمهندس، وألف مبروك. الله يبارك فيكي ومبروك لكل المصريين على الإنجاز الكبير اللي احنا بنشوفه النهارده. باشمهندس خليني أبدأ مع حضرتك بتاريخ الشركة في مجال إنشاء وتأسيس مترو الأنفاق في مصر، لأنه المقاولين العرب هي شركة رائدة في هذا المجال بالتحديد. شركة المقاولين العرب ابتدت مترو الأنفاق من مراحله الأولانية من الثمانينات في شراكة مع الشركات الفرنسية اللي كانت بتنفذ المشروع في ذلك الوقت، واشتركنا في جميع المراحل على مدار السنين كلها وصولا بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة اللي هو بيبتدي التشغيل التجريبي له النهاردة إن شاء الله، ودي اتنفذ بشراكة مع شركة فينسي الفرنسية والمقاولين العرب وشركة بويج الفرنسية وشركة أوراسكو. طب خليني أتعرف من حضرتك على دوركو في هذا المشروع، مشروع القطار الكهربائي الخفيف تحديدا، وليه بتعتبره محطة عدلي منصور عمل هندسي فريد؟ المقاولين العرب بتدور في المشروع، بتقود تحالف الشركات المدنية المكون من 4 شركات اللي نفذت كل أعمال المحطات في المشروع، ونفذنا كباري المسار. ودور شركة المقاولين العرب تحديدا في المشروع تنفيذ محطة عدلي منصور، محطة هليوبلس الجديدة، محطة الروبيكي، و3 كيلو من كوبري المسار في العاصمة 2. بالنسبة لمحطة عدلي منصور هي بتعتبر عمل هندسي فريد، لأن هي المحطة مقامة على 15 فدان، والتغطية بتاعتها زي ما احنا شايفين السقف المعدني اللي موجود ده أول مرة يتنفذ بهذا التصميم في مصر، ده مقام على 24,000 متر مسطح، ومكون تقريبا من حوالي 3000 متر من المواسير الصلب زي ما حضرتك شايفه، على 50 عمود دائري، ارتفاع الواجهه 19 متر، الواجهه الزجاجيه 19 متر، اول مره بننفذ المشروع زي ده بالضخامه دي، وده طبعا بيدينا خبره كبيره لتنفيذها على المحفل الافريقي لانتشار المقاولين العرب في الدول الافريقيه وامكانيه اقامه مشاريع بمصر. طيب حجم العمالة اللي شاركت في هذا المشروع وقد إيه استغرق وقت منكم لإنجاز أعمالكم في مشروع القطار الكهربائي الخفيف؟ اشترك في المشروع هنا حوالي 200 مهندس، 800 عامل، 10.5 مليون ساعة عمل، 20,000 ساعة عمل في المعدات. العمل هنا استغرق 18 شهر، طبعا احنا خلاص بقينا متعودين على الأرقام القياسية في وقت تنفيذ المشروعات، وكان الحقيقه كان في تعاون كامل من الهيئه القوميه للانفاق وهيئه السكه الحديد، جميع قطاعات وزاره النقل اللي بتشارك في المشروع، هي ملحمه كامله تضافر فيها كل الشركات والهيئات اللي تابعه لوزاره النقل. طيب اخيرا يا باشمهندس، وجود شركات وطنيه في تحالف وطني في مجال المشروعات القوميه الضخمه وبيضاف اليها في بعض المشروعات ايضا الخبرات الاجنبيه، لاي مدى ده اضافه مهمه وقويه لهذه الشركات ويفتح لها ايضا مجال للاسواق الخارجيه رغم حجم المنافسه الكبير؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا الاحتكاك والاشتراك مع الشركات الاجنبيه في المراحل المختلفه وصلنا لان احنا من سنتين بالاشتراك مع شركه اوراسكوم كانت لاول مره في تاريخ مصر نفذنا مشروع المترو جسر السويس اللي هي المرحله الرابعه من الخط الثالث، وشرفنا سياده الرئيس بافتتاحها. حاليا بنعمل في مشروع مونوريل، بننفذ مشروع مونوريل 6 اكتوبر بايدي مصريه 100%، كمان بننفذ 4 محطات في مونوريل العاصمه، الخط القطار السريع بننفذ فيه محطتين، بننفذ 11 كيلو من كباري المسار، كله خبرات مصريه وايدي مصريه 100%، دي بتحطنا في مصاف الشركات العالميه، بتاهلنا لان احنا نفوز بمناقصات دوليه على غرار اللي تم في مشروع سد تنزانيا اللي احنا بننفذ فيه دلوقتي. في النهايه انا بشكر حضرتك المهندس احمد العصار، نائب اول رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب، شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك يا فندم.